يلا نسافر مع بعض الساعة 6 الصبح. ده شكلي لو صحوني عشان أهم مشوار في حياتي الساعة 12 الظهر، أما ده فشكلي لو صحوني على طيارة الساعة 6 الصبح. متأخرة متأخرة متأخرة. الحمد لله لحقت. ناكل قبل الطيارة. المفروض كنت أقول لكم إن أنا بقى أكلت في الطيارة، بس أنا للأسف نمت في الطيارة الثلاث ساعات. أخيرا وصلت، بس منكوشة قوي. صحيح، انا كل ده نسيت اقول لكم، انا في دبي.